بعد صباح ساده حظر التجوال عاشته مدينة الموصل مع إغلاق المعابر بينها وبين المحافظات الأخرى، شهدت حركة محدودة لم تنشط فيها إلا بعض محلات الأغذية وتحركات للدوائر الخدمية. من البيحاء المخازن كلها تصارت الزحام، ما تحصل بعد الخبز، لأن الناس تخاف لا هذا الحظر يطول وبعدين الأمور تصعب فيهجمون يقومون ما يخل لا مخضر لا خبز لا شيء. وبعد قرار العمليات المشتركة برفع حظر التجوال بدأت الحركة المرورية تعود إلى المدينة من جديد، وتلاشي ملامح الحذر والتخوف من تداعيات الحظر الذي فرض منذ مساء أمس الاثنين وإلى ظهيرة هذا اليوم. بعد قرار العمليات المشتركة برفع الحظر بجميع البلاد وحقيقة محافظة نينوى بدأت الحياة تدريجيا ترجع لحالتها الطبيعية. احنا اليوم نتمنى بعد رفع الحظر التجوال ترجع الحياة أحسن وأفضل من قبل. ويتأمل سكان محافظة نينوى بأن تكون الكتل السياسية على قدر المسؤولية في حلحلة الأزمة السياسية وتلبية لمطالبات حل البرلمان وتشكيل حكومة تنبثق من برلمان جديد يلبي مطالب الشعب بعد الأحداث الأخيرة التي كادت أن تذهب بالعراق إلى منزلق خطير. بعد رفع التجوال إن شاء الله الأمور راح تتجه نحو الأحسن، وهناك أكو يعني تطمينات من خلال رفع التجوال بهذه السرعة، لكن نتمنى من القوى السياسية أيضا أن يقدمون المزيد من التنازلات حتى يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، حكومة تكون تلبي طموحات هذا الشعب اللي اليوم من بعد الانتخابات لحد هذه اللحظة. رفع حظر التجوال في محافظات العراق ومنها محافظة نينوى أخذ انطباعا يحيي أمل السكان في حل المشاكل السياسية التي عطلت الحياة بشكل عام وأثرت على الأوضاع الاقتصادية في جميع جوانبها. أنس الشرقي من الموصل، قناة رشيد الفضائية.